في الفيديو ده انا هوريك تمرين حراس المرمى، بس هو مش تمرين الصراحة، هو موقف بيحصل معانا في الماتشات. وارد طبعا وانت واقف تحت التلات خشبات تيجي المهاجم او المدافع من قدامك ويحجب عنك زاوية الرؤية. التمرين ده بقى هيحسن زاوية الرؤية عندك وهيقوي رد الفعل، بحيث ان لو المدافع خبطت فيك كورة والمهاجم غير اتجاه الكورة يبقى عندك رد فعل سريع انك تلحقها في اخر لحظة.